كابتن محمود الخطيب النهارده عمل اجتماع مع الجهاز الفني قبل او بعد التتويج امبارح بكأس مصر لكرة اليد. طيب الاجتماع حصل في ايه، او كابتن محمود الخطيب قعد مع مين؟ طبعا ده وضحه الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الكابتن الخطيب اجتمع بالجهاز الفني لكرة اليد لمناقشة التحضيرات للمرحلة المقبلة. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعا مطولا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الاول لكرة اليد الرجال بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني عقب التتويج ببطولة الكأس امس، والذي جاء بعد ايام قليلة من الفوز ببطولة الدوري العام او دوري المحترفين. بدأ الاجتماع بتهنئة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للجهاز الفني والإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها مع لاعبيه على مدار الموسم من أجل الجمع بين بطولتي الدوري والكأس. وتطرق الحديث إلى الترتيبات اللازمة واحتياجات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات، خاصة وأن الفريق سوف يخوض منافسات قوية في بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية. حضر الاجتماع كل من الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد وديفيد ديفيس المدير الفني ومحمد إبراهيم المدرب العام والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة. واستمع رئيس النادي لرؤية المدير الفني ومعاونيه بهدف استمرار مسيرة الانتصارات والتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي الأهلي الكبيرة، وأكد على دعم مجلس الإدارة للفريق وجهازه على كافة المستويات. زي ما قلت لحضراتكم كابتن محمود الخطيب دائما ابدا في كل تهنئاته وكل رسائله الى ولاده اللاعبين والاجهزه الفنيه دائما بيهني يعني في يوم، ولكن خلاص كسبت البطوله اصبحت تاريخ والله زي ما بقول لكم، لان كابتن محمود الخطيب مدرك تماما ان النادي الاهلي جماهيره يعني زي ما بيقولوا كده بالعاميه لا تشبع بطولات، فاذا لازم تقفل او تطوي صفحه الدوري والكاس وتبص على اللي جاي. والاجتماع النهارده تحضيري اكيد للفتره المقبله اللي هو طبعا ابطال الكؤوس واشار البيان لذلك وكاس السوبر، وهل في تدعيمات؟ ده اللي هنعرفه بعد كده اكيد من خلال الاعلان من النادي الاهلي او من منصات النادي الاهلي الرسميه. احنا الحقيقه عارفين طبعا اكيد اخبار من هنا او من هناك بحكم وجودنا داخل النادي الاهلي، ولكن احنا ما بنعلنش الا بعد ما النادي الاهلي يعلن، وهذا هو النادي الاهلي. النادي الاهلي هناك يعني شغل دؤوب في دعم الفرق، ولكن لا يتم الإعلان إلا بعد أن يتم كل شيء، وده التميز الحقيقة اللي محافظ عليه النادي الأهلي منذ القديم الحقيقة. طيب تدعيم الفرق هيكون الفرقة إزاي، الشكل هيكون إزاي، كل ده تباعا لأن أبطال الكؤوس أو السوبر الأفريقي أنت النهاردة بتكسب بطولة الدوري الكأس وأنت معكش محترف. خلي بالكو المحترف اللي كان مع النادي الأهلي غادر او انتهى تعاقده مع النادي الاهلي ولم يتم التعاقد مع محترف اخر، وساعتها الدنيا قالت وعادت وبتاع، طب ازاي هنلعب غير محترف؟ عادي بنكسب دوري الكاس اهو من غير محترف. فاذا في رؤيه فنيه، في رؤيه ودعم من النشاط الرياضي ومجلس الاداره، فاذا يعني نسيب الناس تشتغل، وكل الكلام ده محطوط على الترابيزه زي ما شفتوا النهارده في لقاء الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ما اداش الفرقه اكتر من 24 ساعه للفرح وابتدى الشغل لبطولتين مهمين على ملعب النادي الأهلي.